نذهب إلى العين الأخرى. هذا أيضا نوع من أنواع النحار، طبعا حجمه كبير جدا. ليس كامل، في العادة يكون حجمه كبير أكبر من كذا. في خطوط جانبية هنا. ننتقل إلى العين الأخرى. مثل ما تلاحظون يوجد هنا جزء بسيط من مطبوع من صدفة نحار أيضا متهجرة على صخرة. مثل ما تلاحظون الخطوط البسيطة، طبعا هذه بمستوى الطبع. هنا أيضا علامات. تقريبا بحجم 4 ملي إلى 5 ملي. هذه عظمة قريبة جدا. متحجرة مثل ما تلاحظون. لم يتم تحديد نوع العينة. احتمال كبير ظفر، انه يكون ظفر او نوع من انواع النباتات أو عظمة لمخلوق معين. مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن مخلب الحيوان السلطعون، طبعا مكسور مثل ما تلاحظون. العينة متحجرة بالكامل، قد يصل عمرها إلى 140 مليون سنة. والمخلب حاد جدا ومسنن. نحاول نكبر ونشوف. مثل ما تلاحظون في أسنان بسيطة هنا.
وبالعادة يكون داخل هنا الأعصاب والعضلات، التي توجد في اليد، بس نحاول نقيس حجم العينة. من 12 إلى 13 ملي. راح نفحص كمية كبيرة جدا من المحارات، راح نعرضها كلها بالكامل. مثل ما تلاحظون هذا نوع من أنواع المحار أيضا بشكل طولي عرضي. العينة متحجرة بالكامل، هنا توجد علامات بسيطة على وجود شيء ما في الصدفة. بس نقيس الحجم بالضبط. تقريبا من 18 إلى 19 ملي. كما تلاحظون هنا يوجد في هذه العينة احتمال كبير أن يوجد نوع من أنواع الحيوانات البحرية. مثل ما تلاحظون حجم 10 ملي أو 11 ملي. طبعا هذا نوع، هذا جزء من عظمة مثل ما تلاحظون، قد يدل على وجود جزء بسيط من الدم متحجر. نحاول نكبر ونشوف. عبارة عن جزء بسيط جدا من عظمة متحجرة، وهذه النقاط أو التعرجات عبارة عن شيء داخل العظم.
معالج طفى الجهاز، عبارة عن نخاع عظمي مثل ما تلاحظون. ممكن نحصل يعني خلايا، بس نسبة بسيطة جدا من خلايا الدم اندثرت في السنين السابقة. هذه العينة أيضا جزء من محار، مثل ما تلاحظون نشوف حجمها كم بالضبط. تقريبا من 30 إلى 40 ملي. هذا عظم، عينة من عظم، حتى الآن غير معروفة بالنسبة يعني لنوع الحيوان، لأنها قريبة جدا. احتمال كبير انها فقرة غير كاملة مثل ما تلاحظون، يوجد هنا مساحة بسيطة ومساحة اخرى هنا، احتمال انها فقرة بس ليست كاملة، شبه محشمة. حجم تقريبا إلى 12 ملي. حلزون صغير طبعا ليس متحجر. نوع من أنواع الحلزونات الطحلبية المنقطة مثل ما تلاحظون. حجم تقريبا 15 إلى 16 ملي. جزء بسيط من جسم محار، الجزء الخلفي
حجم 17 إلى 18 ملي. جزء من فك سمكة مثل ما تلاحظون، احتمال انها سمكة، جزء من فك سمكة واسنان سمك، عينة متحجرة بالكامل. حجم تقريبا 14 إلى 15 ملي. عظمة صغيرة جدا. مثل ما تلاحظون هنا أيضا في بعض التصدعات والكسور والنقاط. احتمال انها عظمة من قطة. عينة متحجرة. حجم تقريبا 8 إلى 9 ملي. هذه أيضا جزء من محار. منقط مثل ما تلاحظون في كسور بسيطة. حجم تقريبا 16 إلى 17 ملي. هذا أيضا نوع من أنواع المحار، كما قلنا مسبقا سوف نشرح كمية كبيرة جدا من أنواع المحارات.